شكرا. هديتي الحمد لله. كويس اني جيت في الوقت المناسب، لو كنت اتاخرت شويه محدش يعرف كان ممكن يحصل ايه. ازاي ده اخره شوية العفلاطة والجعجعة دول يعني؟ انا مش عارف انت لسه بتقابلي ازاي، بتعملي معاه صفقات واتفاقات، انا لو منك ما اقدرش ابص في وشه تاني. ليه يعني؟ كسراني؟ انت اللي كسرانه ونص فكره بس في تقليب المواجع. ليه ماسكه عايزه توجعي نفسك؟ عشان افضل فاكرة يعني. كفاية أسوأ على نفسك بقى فعليا. متأخر أوي الكلام ده. مش متأخر ولا حاجة. ليه عندك جديد؟ ولا يعني كنت جاي عشان أحجز بينك وبين مجدي؟ عشان كده بقالك ساعة بتلف وتدور عليا من ساعة ما مشي؟ بصراحة بقى مش عارف أقول عليك إزاي. بتتكلم يعني في إيه؟ مسك، أنا مبقتش شايفك تروح المتر رجائي وحش للدرجة دي. اقتراح ايه؟ اني اهرب؟ يا مسك تهربي بس مش بره مصر. حتى انت يا علي؟ العقل بيقول كده. طب رجائي وانا متعوده منه على الحلول الغريبه اللي ما فيهاش منطق، مش هستغرب اصلا لو شك ان انا اللي قتلت يوسف، انما انت؟ انا مش شاكك فيك اصلا، بس انا ما اعرفش هما بيلعبوها ازاي، وبصراحه انا مش مطمن. ولا انا مطمنه، بس ده مش مبرر اني اثبتها على نفسي. يعني ترمي نفسك في النار وتقول مش هتحرقني؟ اللي مؤمن بحاجه بجد ما بيهموش يا علي، وانا كنت فاكراك مؤمن ببراءتي. هو ايماني ده اللي بيخليني اقف واسال نفسي، معقول انا اللي صح وكل الناس غلط؟ دي احلى حاجه فيك اصلا، انك حاله لوحدك مالكش دعوه بحد. يا ريتني فضلت زيك يا اخي. ايه ده؟ كنتش اعرف انك شايفاني كده، كنت فاكر انك شايفاني ساذج عايش في الابيض واسود، مش واخداني بجد يعني. مشكلة اني لا عرفت ابقى زيك ولا زي رجائي، تهت بينك وبينه وبين صلاح. انت كمان حالة لوحدك يا مسك، بس هتقدري تقفي وتواجهي مهما حصل؟ مسألة مسألة كرامة يا علي، مهما عمل ومش خطاطي ولا هاخد ديلي في سناني وهر. أنا مفيش على راسي بطحة عشان أخاف منه، أنا عشت سنين خايفة، مش هرجع الأيام دي تاني حتى لو هموت فيها. مسكتيني ليه بتوجعني؟ مهما كنت بخاف عليكي ما أقدرش أجادلك طول ما بتتكلمي عن كرامتك. أنا معاكي للنهاية وعمري ما هسيبك. عارف عمري ما شكيت في كده لحظة. ماشي، لو غيرت الخطة لأي سبب من الأسباب قولي لي. رمز عامل إيه؟ كويس بيتحسن، أنا رايح لبكرة، تحبي تيجي معايا؟ لا بلاش دلوقتي، خليني أشوفه لما يبقى أحسن، هو كمان يشوفني لما أبقى أحسن. ماشي، أسلم لك عليه. علي شكرا بجد على كل حاجة. خلي الشكر لوقت لحد ما نعدي الظروف المحببة دي ونخرج منها أحسن من الأول. تفتكر هتعدي؟ هتعدي يا مسك، إن شاء الله هتعدي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.